السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اينما كنتم اليوم غادي نطرقوا الموضوع ديال المونطو، وكنعتذر لكم ما غاديش ندير فيه الدوبلور لان في بزاف المواضيع مما سوف يعني يخلينا يعني بزاف الوقت غادي نديروا فيه بزاف الحلقات. غادي نحاول ما امكن نختصروا فيه، ولكني ماشي نختصروا فيه هي ما نشرحوش، غادي نحاول ما امكن نشرح لي ديتاي يعني يكونوا متناسقين بعضياتهم بريسيز. كما اشكركم على التعاليق الجميله، واي ملاحظه بغيتو تلاحظوها ولا شي حاجه كتبوها في اليوتيوب، لدينا صدر الرحب لان اصبحنا عائله في هذا الموضوع ان شاء الله. الى عندكم شي ملاحظات او شي تعليقات ولا شي حاجه يعني ما بانت لكم شي حاجه ولا ما وضحتش، انا مستعد باش نشرح لكم. الملاحظه ديال قسم على 6 وهادي كتسال وكتعاود هاد الاسئله على ديك القسمه وداك الشيء، يعني غادي نخص لكم موضوع ديال الجلابه يعني بلي ديتاي ديالو، وهاد الخطره غادي تكون فيه الاختيار ديال القب شحال غادي يكون عندك في الخلف بغيتيه، لان هذا هو المشكل اللي وقعت فيه. كل وحده كيبغى القب، شي بغاتو طويل واصل ليها حتى لين دو تاي، شي وحده بغاتو النصف ديال لا لين دو تاي، شي وحده بغاتو صغير، شي وحده. اذا هاد المره هادي غادي نجعل من القب موضوع بعد ما نطرق الجلابه بلي ديتاي ديالها بكلشي، يعني كندير بونسوتي بمعنى كنقص بعض المواضيع هي لا طاي ما كنحددهاش. اذا هادو في لي فيتمون اللي كتلبسو اللي معروفين دابا حاليا. ملي غادي ندخل لي ديتاي كندخلو لشي مواضيع اللي هي كبيره وكندخلو للكورساج. اذا باش ما نطولش عليكم ندخلو في الموضوع ان شاء الله، ولنا التوفيق ان شاء الله. إذن هنايا الرسوم الهندسي، الرسوم الكروكي كنشرحوا فيه بأننا غادي نديرو كولشال وفيه الكابيش، الكولشال بالكابيش اون بليس كو سا غادي نديرو لا ديكوب برينسيس، ولكن اكوتي ماشي في الميليو، غادي نديرو بوش غاغلون على هاد الشكل. مونش اللي غادي ندير ماشي مونش تايور، غادي ندير مونش سامبل سو فورم دو مونش تايور. هاد لا ديكوب غادي نيفيتيها. لا كخوازيغ اللي عندنا هنايا ماشي اكخوازيغ العاديه اللي كتوصل حتى لو ان، لو ان ويتيام دو تاي، يعني قل منها بشويه. اذا الكولشال واضح غادي يجينا على هاد الشكل اللي قلنا، ولكن ما فيش لي ديكوب وما فيش يعني شي حاجه اللي تعقدنا الامور. كولشال افي كابيش. كولشال افي كابيش. اذا توكلوا على، اذا هذا الدرس كيبغي التركيز مزيان لحقاش فيه بزاف د الرقع مما سوف يسبب لكم ارتباك. اذا ارجو ارجو التركيز، دخلي لنا في الدرس مباشره. اذا خليت في لا مارج من هنا لهنايا 22 سنتيم، وخليت من هنا لهنا 50 سنتيم. جبت الجباري ديالي الجلابه المغربيه، الجلابه المغربيه اللي دخلنا عليها شويه العصري، وحطيناها على هذا الشكل. هذا الورق بابي كارتون راه في مجموعه ديال المحلات كاين، يعني اللي كيبيعوا الخيوط يقول له عطيني غير بابي كارتون غادي يعطيه لك. غادي نهز على هذا الشكل نتراسي لتحت ديالي الطول كما قلنا مع الاول، شحال قلنا في الطول بغينا 91، نديرو 96، نديرو غير 91، واخا دير 96، 91 هي يلاه غتكفينا في الباتروناج. اذا في الطول ديال الجلابة ديالي او في الطول ديال هذا الموضوع عندي 91، اذا الجلابة ديالي ها هي واضحة، الجلابة ديالي واضحة، هبط من هنا لهنا ب 11 سنتيمتر، وجيت من هنا لهنا ب 9 سنتيمتر. غادي نخدم بشي كولور بالخضر. إذا خدمت الجلابة ديالي باللون الأخضر، حفظت هنايا من هنايا ب 11 سنتيمتر. هاد 11 راكم عارفين من جبتها اللي متبعين الدروس ديالي، لحقاش تاخدنا هاد القناة كمدرسة. إذا إلا رجعتي من الأول غادي تعرفيني من جبت هاد 11 هادي، ونضيف وهنايا من هنا لهنا 9، غادي نعاود نرجع مباشرة إن شاء الله بإذن الله من مورا هاد المونطو، غادي نرجع باش نشرح الدرس بالدقة المتناهية نزولا عند رغبتكم. إذا هنايا عارفين كي درنا له
كذلك ومثل هنايا في لي فازي في توسيع لتحت بيناتكم. اذا اشنو غادي ندير؟ غادي نحدد هنايا مع هاد النقطة هادي، لان هنا كانت لا هوتور دو بواترين، وملي حفرنا على حسب داكشي اللي بغينا جينا لهنايا. هادشي عارفينو. توغ دو طاي عندي فيه 44، ها النقطة 44 في لانين دو طاي. هذا خط الحزام عبرتو من هنا لهنا. في الرؤية ديالك راه الجسم ديالنا هنايا العنق ها أعلى قمة، ها 44، 44 غادي نطلع ب 6 سنتيم من هنا لهنايا، ها 6. شحال طلعت من هنا لهنا؟ 6. إذا هذا لانين دو طاي، هذا الحزام، وطلعت من هنا لهنا بشحال؟ 6 سنتيمتر. وي خديجة؟ 6 سنتيمتر. يلا السلام عليكم. السلام. يلا كملي ندير واحد الدرس عاوز. يلا بديتي؟ يلا سير. 6 هنايا من هنا لهنا طلعت ب 6 سنتيمتر. غادي نرجع باش نقلب على الأرداف ديالي. إذا هنايا من هنا لهنايا 60 سنتيمتر. هاد 60 راكم عارفين منين جبتها يعني في الدروس الاوليه ديالي راه وضحت لكم شكون هي الجلابه. اذا هاد 60 سنتيم راه ما جبتهاش عاده، راه جبتها بدروس وبعبارات على الجسم وداكشي. يلا باش ما نبقاوش ندورو غير بلاصتنا. اذا غادي نجي لالين دو تاي. عندي في لالين دو تاي 92 سنتيم مقسومه على 8، عفوا 96، 96 سنتيم مقسومة على 8 تساوي 12 سنتيم، تساوي 12 سنتيم. إذا 96 مقسومة على 8 تتعطينا 12 سنتيم. غادي نجي لهنا نتراسي 12 سنتيمتر ديالي، ها واحد، ها 12. هادي لا فالور ديال لا كروازيور ديال باش كتكروازا لنا لا فيست ولا المونطو، هي 12 سنتيمتر. غادي نتراسي خط مستقيم، وهاد الخط غادي نلاقيه مع هذا. اذا الجلابه ديالنا من خلال الرؤيه تتضح لكم. صنعنا الجلابه ديالنا هنايا، ضفنا لها لا لين دو تاي، طلعنا ب 6 سنتيمتر. هنايا فين بغيت تجيني لاكوب، غادي نكمل الخط ديالي على هاد الشكل هنايا. اوكي، اذا المسائل مشروحه. شحال لقيت من هنا لهنا؟ 12 سنتيمتر. منين جبت 12 سنتيمتر؟ 96 ديال لاطاي مقسومه على 8 عطاتني 12 سنتيمتر. غادي ناخذ الخط ديالي المستقيم على هاد الشكل ونجي حتى لهذا وندير له نفس الشيء. إذا العدد اللي عندي هنايا هو باش طلعت، هادو خطان متوازيان، هادي هي لا كخوازيو. أشنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا كيفاش ندير الكابيش ديالي. دابا غادي ندخل المنطقة اللي هي شوية خصكم تدققوا فيها. إذا عندنا في الكتاف، شحال عندنا في الكتاف؟ عندنا 42 نضيفوا لها جوج هي 44. شحال عندي في الكتاف بلاتي باش نكتبها باش نكونوا واضحين؟ شحال عندي في الكتاف؟ 42 زائد 2، العمليه راه حافظينها، 44. كنقولها ديما وديما وديما. فين كنلقى المشكل في هذيك اللي عاد دخلت للفيديو وشافت داكشي كتقول مني جابها 42 ولا شي حاجه، راه قلت لكم القناه ديالي تاخذناها كمدرسه. اللهم اني قد بلغت فشل. اذا عندي 44 من هنا ومن هنا. اذا من هنا واضحه الصوره؟ نعم. الحفره من هنا حتى لهنا 42. غادي ناخذ قائم الزاويه ونطرسي بهكذا. غادي نخرج من هنا لهنايا ب 28 سنتيم، ب 28 سنتيم. إذا 28 سنتيم باش خرجت من هنا لهنايا. إذا هاد 28 سنتيم منين جبتها أستاذ؟ نتوما عارفين لحقاش خدمت معاكم القط، مابقاوش نبقاو ندورو غير بلاصتنا كما قلت لك. واضحة الصورة، واضحة الخطوط، واضحين الخطوط. هو حبذا ديرو أستاذ الأسود؟
واخا الاسود عندي غليظ واخا صح احسن بانك واخا. اذا غادي نكمل بالاسود لان اللون على ما اعتقد ناعما اللي مور الكاميرا قالت لك غير واضح يا استاذ. اذا هنايا من هنا لهنايا من هذا الخط خليت 12 من هنا لهنايا عندي 28 سنتيم 28 سنتيم هي اللي خدمت معكم بالقواعد ديال الجلابه. يعني درنا كل شيء يعني درنا كل شيء وضحنا لكم اشنو كاين. اذا هنايا 28 راكم عارفين منين جات اللي كانوا متبعين معايا الدروس من الاول. اذا اخذنا النقطه ديالنا من هنا لهنا 42. اذا هاد 42 غادي نحطوها هنا ودرنا 38 هنا. اذا اشنو بقى لنا؟ بقى لنا غادي ناخذوا العبار ديال الخلف اللي هو هنايا اللي كنخرجوا من الامام العبار ديال الخلف هذا الخلف ديالي ها انتم هاد العبار هاد لي ميزير هادو غادي نشوفهم شحال هما. لقيت 10 سنتيم اشنو غادي ندير استاذ؟ غادي اش غادي دير استاذ؟ غادي نشد من هنا لهنا 9 سنتيم. اذا 10 10 ناقص 1 هي 9 سنتيم تساوي 9 سنتيم. هاد 9 سنتيم اللي جيت من هنا لهنا غادي ناخذ هاد 3 سنتيم اللي كاينه هنا هي باش غادي نطلع ونضيف ليها 2 ونضيف لها 2 هي شحال 5 من هنا لهنا. اذا شحال طلعتي يا استاذ من لاين دو كونستريكسيون بالاسود؟ نعم. اذا هذا خط البناء على هذا الشكل هذا غير بنيت به هذا خط البناء من هنا لهنا جيت وحسبت 9 سنتيم 9 سنتيم هي 10 ناقص 1 هي 9 9 وطلعت من هنا لهنا ب 5 سنتيم مفهوم؟ حسن جدا. غادي نجي نفس الشيء اللي كاين هنا هو اللي غادي نوضع هنايا على هذا الشكل مفهوم؟ اوكي. اذا انا خدام في الكابيش نسيب ليهم غير الكابيش اوكي هدف ديالك هو الكابيش. غادي ناخذ من هنا لهنايا على هذا الشكل لاحظتوا واش عطاني هنايا عطاني هذا ما غاديش يصلح ليا ولكن اشنو غادي نعمل دابا صدق عندي الكابيش حيت هذا هاد المونطون وبغيتو باش يسخن ليا راسي راه جاي من هنا لهنا. اذا جاي من 12 ديالنا اللي صنعنا ها 12 ديال لا كروازيو ها الخط ديال الجلابه هذا ديال لا كروازيو هذا ديال لا كروازيو من هنا لهنايا تراسيت ماشي نقول لكم من هنا لهنا 28 ومن هنا لهنا 12 ماشي غادي نقول لكم العدد ما نقولوش. اذا اشنو غادي نعمل؟ غادي نحاول ما امكن نشد البيس البيروكي ديالي على هذا الشكل هبطي من هنا لهنا بالعدد اللي بغيتي وقادي ليا هكذا واعملي لنا هكذا. الصورة واضحة نايمة حسن جدا. اذا لاحظتوا معايا كي عملت انا في هاد القوقعة في هاد لاغونديسمون هاد لغون شفت نص ما عجبنيش غادي نزيد نقصو بعدا نديكرادي هنايا شوية نطراسي الجمجمة ديالي وهنايا راه راه خارج ليا مازال خارج ليا غادي ناخد على هاد الشكل هذا ونجي عامل هكذا نشوف العدد من شحال دخلت من هنا لهنا واخا 17 17 17 وعاوتاني غادي ندخلو في واحد المتاهات اللي في غنى عنها انايا فوالا وقسمت هاد الجيق عليه هادي فاهمة ناعمة مزيان غادي مزيان واخا وقسمت هادي عليه جوج وغادي نشوف شحال دخلت من هنا لهنايا 3.5 انا كنخدم بالالوي كنخدم بعينيا كي كتخدم المرا في الكوزينه الدجاجه غادي ندير شويه الملحه من هنا وندير هادي وكتطلعها بالبنه ما كاينش شي مرا
كيف كيف لا كويزين ملي كنصبوا كنديروا شي حاجه ولا نديروا دجاجه وبغينا نقاوموها كتهزي العبارات ما عندكش شي ميزان اللي تبقاي ديري 5 غرام 6 غرام ولا عادي نفس الشيء الخياطه الي عينك ميزانك وكتطلع احسن من هذه العبارات على ما اعتقد والعلم لله. رجعوا للموضوع ديالنا. اذا من هنا لهنايا قلت ثلاثه وشديت الكيلوكي ديالي على هذا الشكل. شوفوا كي مقاده هانتوما ها هو يلا ما كنلعبوش صافي ونعاود نعمل له على هذا الشكل تلاقي مع ديك 17 ديالي ونعمل له هكذا. اذا وقيله انتهينا من هنايا صافي غادي ندخلوا الكابيش لتحت. اذا شوفي فينا عينا مزيان. اذا هذا الكابيش هذا عندنا فيه اختيار اجباري كتختاري وكيصبح اجباري ما يمكنناش نعتقوا الموقف. بمعنى الا تكسر لي الروفرت كل شال لهنايا راه ما يتكسرليش هنا ولا هنايا. خصو فواحد البلاصه اللي هي محدده منطقه معينه. في حاله الا ما جاكش قلتي جاني هنايا بغيتو شويه لتحت نقدر نقول يكون وما يكونش، ولكن الا بغيتي يطلع للفوق غادي تبقى لنا ديك الدوره هنا وغادي لنا المشاكل. فهاد الدوره ديالها سميتو غادي نحددها انايا غادي نحددها شويه في تور دو بواترين اللي كتجي زوينه ولكن نهبط عليها ب 4 سنتيم. دوزي معايا نعمل لك. اذا عندي هادي هي تور دو بواترين خط الصدر ياك غادي نهبط ب 4 سنتيمتر من هنا لهنايا على هاد الشكل. اوكي صافي. اذا قبل ما نهبط انايا ب 4 سنتيمتر هنايا غادي ندير واحد العمليه لان لا كروازيون ما بقاتش ديك لا كروازير اللي كنعرفوا عليها ديال التكامت. يعني نجيب لا كروازيغ عندي تا لهنايا تا لهاد البلاصه ولاو كيبغيو هاد البنيتات صغار شيك صغيوره ومتيوله وزوينه. هنا لقينا لها الحل. هبطي معايا لهنايا عندي 12 مقسومه على 3 هاد العدد ديال لو اويتيام دو تور دو تاي 12 مقسومه على 3 تساوي 4 سنتيم. غادي نشد من الربعه ديالي اللي هبطت لتحت هي هادي اذا 4 سنتيم ديالي. يلا اذا عندنا لا لين دو تاي سدي داك الباب خديجه لا لين دو لا لين دو بواترين هي هادي من هنا لهنا 4 سنتيم هبط لو شوا كو جو بريفير اللي كنفضل هنايا. اذا ملي جيت من هنا لهنا غادي ندير الكورشال ديالي هو هذا اللي تابع للكابوش هو هذا. اوكي جيت وحفرته هكذا. بغيتي تزيدي تحفري انتيا على حسب داكشي اللي بغيتي حفريه. انا حفرته غير بهذا الشكل واخا انا غادي نزيد نحفره بطريقتي الخاصه بهاد الطريقه ديال لاكويزين الجرامات ديالي. ها هو وزعت عجبني يعني. انا اوتوماتيكمون عجبني ندخل شويه هنايا ونجي بالماركر انا عجبني بهذه الطريقه. نتوما شوفوا الطريقه ديالكم وهذا غادي يبقى لكم ان دوفوار ديروا ليا يعني درس ديالو وشوفوا كي غادي يخرج لكم. اذا المهم دابا وصلنا الكابيشو صوبناه من هنا لهنايا سالينا. غادي نهبط مع لا كروازيغ ديالي. اذا من هنا لهنايا دخلت ب 4 سنتيم. شحال دخلت 4 سنتيم من هنا لهنايا. اذا بقات لي 8 بقات لي فلاك كوازيغ 8 شحال بقات لي ناعمه فلاك كوازيغ حسن جدا. اذا انا هبطت فلاك كوازيغ ديالي تا لتحت هانت ناعمه صافي مفهوم. زي 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 الفوق. اذا هانتوما هالقب كيجيني ها هو وغادي نكمل ندير عليه لا باغ مونتيغ. غادي ناخذ منه لا بار مونتور دابا عيشوا معايا اللحظات. غادي نجي من هنا لهنايا وندير 6 ها 6 ديالي. هنا غادي نضيف جوج هادي هو الميليو ديال
اول حاجه درنا جلابه سته درتها في خط الكتف حسن جدا. وغادي نشد بهاد المسطره هكذا ونعمل هكذا ونكمل هكذا. دابا هادي لا بارمونتور ديالي، هادي لا بارمونتور ديالي اللي غادي يكون فيها الدرس. هو المهم لحقاش غادي ندير لي بوتونيغ مدفونين. اذا لا بارمونتور ديالي جايه هكذا 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 بالكابيشو وجايه لهنا وجايه هكذا وعاد جايه هكذا حتى لهنايا. هنا تحدد ليا ما يمكنش نهبط لتحت ولا الفوق. كونسونطراو معايا بنات الدوزيام اني، كونسونطراو معايا مزيان السنه الثانيه عندكم. اذا شوفوا غادي نهز دابا غير القب. اشنو غادي نهز؟ القب لا بارمونتور ساليت معاها. سيري شربي قهوه ولا كاس الماء وعاد رجعي كملي. يلا نكملوا. غادي نهز دابا غير القب ديالي على هذا الشكل، على هذا. انا دخلت فيه هنايا شويه شفتو، ما مشيتش للموضوع الرئيسي، هربت من هنا لهنا بسنتيم باش يجيني على هكذا على هذا الشكل متيول. غادي يجيك رائع. ها انت وانا نجي جيت تبعتو من هنا تبعتو هكذا هكذا هكذا. هو اذا هذا القب غادي تهز بوحدو صافي. اذا لا بارمونتور مع القب ساليت منه. يلا خذي لي قهوه. اذا درتي بوز ارتحتي شويه. ها انت هادي هي دوره العنق في الجلابه. شارت ليها نعيمه قالت لك عاود شرحها. هانتوما 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 شديت من هنا وخرجت لهنايا 12. طيب من هنا لهنا 11 وراه زائد سنتيم عندك ملاحظه هنايا وخبطت لهنا نيشان. وخرجي انتيا كاع من هنايا وديري ديري غير شويه هكذا وغادي يطلع لك زويون. المهم مع الرسول الى البلاغ. نعاودو نرجعو للموضوع ديالنا دابا وغادي نرجعو لي بانس. جينا لالين دو طي شربتو قهوه رجعتو لعندي مرحبا. يلا بعد الفاصل سوف نواصل. دابا غادي ندخلو للموضوع. اذا غادي نشد من هنا لهنايا 25 سنتيم. اذا هادي ديال تور دو طي اللي طلعنا بستة لقينا فيها 25 سنتيم. 25 سنتيم مقسومة على 4 تساوي pardon 25 مقسومة على 2 تساوي 12.5. غادي نجي لهنايا راك عرفتو هاد الخط ياك. هادي هي الجلابة ديالي. ها هي ما تلفوش معايا. غادي نشد من هنا لهنا ونقسمو على جوج. يلا كنهضر مع الجلابة ديالي دابا. ها جوج. إذا قسمت هذا يساوي هذا واضحة الصورة باين الخط. إذا غادي ندخل من هنا لهنايا بثلاثة سنتيمات باش هاد الكوتين نضعفو باش نخلي جمالية ألا قدام. شحال دخلت من هنا لهنا؟ هذا الميليو. ودخلت من هنا لهنا بثلاثة سنتيمتر. لو شوا كو جو بخيفيغ هذا اختيار ديالي. انت ديري قوامك بغيتي جوج ولا ثلاثة. هي ما تضعفي ليش هاد جهة الكوتي اللي تسمى بتي كوتي لا فيست. اوكي غادي نشد من هنا لهنايا عندي 15 اونص. وغادي نشد من هنا لهنا 15 اونص. نجي لهنا لهنا 15 اونص ونشد ونشد هنايا على هاد 15 اللي عندنا في لا ليني دو طاي درناها في لا ليني ديال البواترين وفي لا ليني ديال لي هونش. لا من هنا لهنا من هنا باش يكون عندي خط مستقيم فهمتيني. باش يكون عندي خط متوازي يعني متوازن يعني ليش لين دغوات على هاد الشكل. غادي نجي لديك اللي قسمت على جوج فاش دخلت بجوج في القاعده هنايا فاش درت مربع العمليات ودخلت بجوج. عقلتي عليها ديال التركيز. ديال التركيز باش حفرناه هذا باش سميتو هي هادي هي هادي. دابا راه داخلين حنا بجوج ودرنا على هاد الشكل. جيت حتى لهنا وقسمت هادي على ثلاثة. إذا هادي على ثلاثة وجيت لهاد النقطة ديال ثلاثة وجبتها هكذا باش تكون عندي هاد لا ديكوب. إذا هنايا لا ديكوب برنسيس معروفة.
جينا لالين دو تاي هنايا غادي ندخل هنا بواحد سنتيم وهنا بواحد سنتيم باش نديرو لابانس. اذا من هنا لهنا واحد سنتيم واحد بروفيزوار. من بعد غادي نرجع نشرح لكم جميع الدروس نشرحهم. هذا غير وحده باش لان هادو ديال تركي. اذا الموديلات ديال تركيا يعني داكشي اللي كيلبسو. فوالا واضحه العمليه. بغيت تعاودو بصوت الاحمر احسن. اوكي كبير كيفاش تبان كبير ورا مازالنا غادي كوب هنايا. اذا طلبت مني الاخت نعيمه باش نعاود رغم انني غادي ندير لي ديكوب هنا وغادي تلفو يعني الصوره ما واضحاش وكتقول لي واضحه وانتم عاوتاني في الفيديو كتقولي لي واضحه والصدر ما كنشوفوش الاشعه. اذا حنا كنبدلو المجهود باش نشرحو ليكم وتكونوا سعداء باذن الله. اذا الله يدخل عليكم هذه السنه بالخير وبالمحبه ان شاء الله. مصر هنا كاينه بتيت ديغراداسيون هنايا في التالي ديال اسمي. اذا بغيت نشد هكذا وندير هكذا ونعمل هكذا ونعمل هكذا. اوكي هذا هادي هكذا وهكذا 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 وهكذا. هي الجاكيطه ديالنا وجينا طالعين من هنا طالعين 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 هكذا وجينا لهنايا ورجعنا للخط ديالنا. اذا اشنو عندنا؟ درنا لابانس ديالنا على هذا الشكل يعني غادي نتبع خط واحد هو هذاك. انا بغيت غير نشرح لكم. اذا عندنا هكذا وهكذا 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 باش صنعنا لابانس. دابا غادي نصنعوا واحد القطعه من هنايا وعاد ندير لكم كل كارو بوحدو. اوكي نعيمه هنايا في الكوتي عندي بانس 1.5 1.5 دابا هادي لا ليني دو طاي بلات فين هي الصورة؟ غادي نناقشو نعيمة هاد القطعة دابا هادي. دابا ناقشنا لي بانس ديالنا هاهوما ناقشناهم صافي. ناقشنا لي بانس ديالنا هما هادو صافي. دابا هادو لي بانس ديالنا بغينا نناقشو هاد القطعة اللي غادي تجينا هنايا هي اللي غادي نناقش دابا صافي. لأن غتولي عندي هادي رقعة هادي رقعة هادي رقعة هادي رقعة هادي رقعة. المونطو غادي يسير كلو رقعة ما غاديش نضيف هادي غادي يزيدو عاوتاني نساليو صافي. يلا غادي نمشيو باش نديرو لابانس ديال الرقعة هادي. غادي نديرو هاد الرقعة هاد الرقعة غادي نديرو هاد الرقعة دابا دابا يلا الآن. إذن هنا 1.5 1.5 وغادي نجي حتى لهاد الخط هذا قصد بوان مور. ما عنديش هذا ما عنديش هذا هذا غير بنيت به. غادي نجي ندير 1 سنتيم وواحد سنتيم ما بقاش هذا هذا مشى مشى. ها اللي اساسيين وما هادو هاد ربعه هادي حيدتها ما بغاتش السيد لا كروازير توصل ليها حتى للقنت. اوكي غادي ناخذ سنتيم من هنا ومن هنا غادي نجي على هاد الشكل من هنا طالع من هنا ونجي من هنا لهنا البنس دي. اوكي يلا نعيم غادي ندير الرقعة واحد هي هادي شتوها ها الرقعة واحد اللي غادي نهزو بالبابي دو سوا هي. اذا هادي نيميرو ا. اذا الرقعة رقم جوج غادي نجيو لها من هنايا ها هي ونجيو دايرين لها هكذا الرقعة شحال رقم اثنان الرقعة رقم اثنان هاهي.
هي شوف بلاتي نعيمة، ها هي رقم اثنان، وجينا وجينا هكدا 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 نيميرو دو، إذا نيميرو تخوا من هنايا. غادي نعاود من هنا ورجعت كاع من هنا، وانا من هنا وجيت هكذا، هادي نيميرو 3 ها هي وها هي صافي نيميرو 3 نيميرو 3 غادي نجي نيميرو 4 نعيمة هدري عقلك معايا ها هو وجيت مع هاد الخط نيشان توصلت راس البنسة وانا نجي هاكدا انا نعاود لكم مزيان باش يكون الموضوع نيميرو 4 نيميرو 4 اذا المسافه ديال العنق من هنا لهنا قسمي على 3 ولا انا غادي ندخل ب 4 عزيز عليا 4 متفائل بها وغادي نجي ونعمل هاكدا ها ديك لا ديكوب اللي بغينا هادي اللي كاينه هنايا ونديرو لها شي زواقه باش ملي تقرب منها الكور بحال هكدا تبان لنا هنايا انا بغيتها بهاد الشكل هذا على هاد الشكل المسافه اللي ربطت بها من هنا لهنايا باش نقول لكم الي 9 سنتيمتر باش نبت اذا 9 سنتيمتر باش نبت اذا هاد لومبيسمون راهي بوحده وغادي تجي على هاد الشكل وهاد الشكل هاد الشكل هاد الشكل اذا امبيسمون نيميرو 5 هاد لومبيسمون نيميرو 5 غادي تجي من هنا لهنا اذا ما بقى لنا الا الخلف فهو هذا الخلف ديالنا هو هذا ها لانين د الخلف تعقلوا على الجلابه ملي تراسيتها عاديه ها هي الخلف ديالي وجيت درت هكدا الخلف ديالي غادي نمشي ندير الاحمر صافي غادي ندير الاحمر من بعد تنسالي ونشري ملونات اذا هذا الخلف ديالي إذا الخلف إلا هزيتو بحال هكدا والقدام فيه لي ديكوب زعما الخلف ما يتقلقش غادي يتقلق الخلف خصنا نخدمو الخلف بلي ديكوب تا هو غادي نهزو هكدا هادي أمبيسمون نيميرو أ في الخلف في لودو وهادي بي بلا ما نديروش هاد القطعة هنايا غادي ندير فيها اما حزام ولا شي حاجه في اللور في هاد القطعه هادي اذا غادي نهز الخلف ديالي باش نتهنى لان الخلف ما ناقشتوش معاكم باش ندوز باش يكون سهل بالنسبه لكم اذا هذا هو الخلف ديالي الاعتيادي نورمالمون في الازياء الفرنسيه كتكون خياطه في الظهر مازال حتى هي غادي نناقشها يعني مازال عندنا بزاف بحر من المعلومات ولكن كنعطيكم باش تقديو اذا كنقولها ونعاودها في تم حضر القناه ديالي بيت الخياطه رقم 2 بيت الخياطه رقم 3 غادي تلقاو فيها جميع لي فيديو ان لم اقل اكثر اذا انا تنسهر ليل ونهار على راحتكم باش نكونوا صراحة يعني عادية وما يحرضوا في اليوتيوب عندي لهم مفاجأة عظيمة يعني ما عرفتش هاد الناس هادو باش كيفكروا اين الطريقة باش كيفكروا ولكن الحمد لله ربي نور لي العقل باش ما يضيعوا لكمش الدروس راني نجمعهم في واحد الوقت غير يتم الحضرة ديال القناة ديالي كنوعدكم وعد الله سبحانه وتعالى
في البلاصه يتحلوا مجموعه ديال الدروس هادو وفيهم دروس اخرين كتاب ريتم الحضر ديال كان واعدكم ا ب ضروري ندير ديكرونت هنا لحقاش بغيت ندير شي حزام باذن الله. اذا هذا لودو ديالنا دونك سبقت بالخلف هذا الخلف عادي اعتيادي لابنس اللي طراتينا مع الاول اذا ما فيها باس الى عطينا درس قاصح بحال هذا بعض الناس يستافدوا منه يعني من بعد غادي نرجعوا للدروس اللطيفه والظريفه اخوات اللي معايا في اليوتيوب الله يجازيكم بخير انا ما فهمتوش قولوا عليا باش نعاودو نبسطو حتى نبلوطو هو الاول حيد نحيد لابانس ديالي كرهنا كرهنا الامام ديالي بابي دو سوا كلو عاد نبدا بالتقطاع ديالو اوكي يلا واضح الصورة اجل هذا بحال كولور اوفر ندير لادي كوب الاولى هي لادي كوب الجوجة ها هي تتفكر ايام كخديجة دابا الاغلبيه ما كنخدموش بالتصاميم شكرا لك ربي شكرا عينك ميزان كان يقول الناس انت مشيت معايا هاد الخطة هادي لا ها هي لابانس ديال السمك اوكي عند لامبيسمون واحد جوج ثلاثة أربعة هذا ما عنديش هذا ما عنديش على بانس فين درت الملتقى ديالها اذا هنايا غادي نسميه واحد جوج ثلاثة أربعة
تحيد تاي؟ لا لا نشوف نتحقق منا، لا نتحقق منا. ها مازال ما حيدتهاش. ما فيها عيب اللي ما تحققش منا. غادي ناخذ لا بتيت بلاصه هادي. اذا الاخوات غادي ناخذ هاد عندي هاد البلاصه كتشبه لهاد البلاصه، واخا هاد البلاصه قريبه لها، باش انا ما نخليش راسي في المشاكل كنعلم هنايا باش نعقل على البلاصه واش درت فيها. بغيتك خديجة عندك تمشي نخدم واحد الموديل. باقي دابا انا غادي نهز الكابيشو على هاد لابارمونتور على هاد الشكل. من هنا انا غادي نجي هكذا وهكذا وهكذا لتحت وجاي من هنايا من هاد اللون الاسود وانا جاي على هاد الحسابات. هادي هي لا بارمونتور ديالي. غادي نحدد بالنسبه ليا هنايا غادي ندير هاد العلامه، من بعد غادي نحكي لكم علاش. Thank you.
اذا لا فارمونتير مشات. دابا بقاو لنا لي مونش ديالنا، غادي نشوف شحال عندي في التركيز. اذا من هنا لهنا 22 سون لا فالور اجوتي دو لا كوتور. انا جو بريفير ندير هنايا 26 عاد جوست سنتيم الخياطه هي 28. كابيش دابا نهز لا كابيش ديالي، كابيش غادي نهزو على هاد الشكل، على هاد الشكل. بغيتي تخرجيه منو خرجيه من المونطو، عندك الثوب كلو كافي خرجيه مباشرة، نيت الجاكيت كلها. ما عندكش ديري هاد الطريقة اللي درت. إذا غادي نشد من هنايا وأنا جاي وعملت هكدا، هنايا خاصها تكون عندي علامة. باش نرجع نحكي لكم على اليد، غادي نرجع نحكي لكم على اليد. هاد الدورة هاد التركيز فيها 22، بغيت انا فيها 28، غادي نعمل فيها 28. من هنا لهنا عندي 60 سنتيم، غادي ناخد 26 سنتيمتر. اذا 28 ناقص 2 هي 26. هنايا في لي بواني بغيت 14 سنتيمتر، 14 سنتيمتر. غادي نهبط من هنا لهنايا ب 12 سنتيمتر، 12. إذا 44 ديفيزي باغ 2، ديفيزي باغ 4 11، بليس 1 هي 12. غادي ندير 12 سنتيمتر، بغيت لكم يجيني محفور شوية، تا 13 تا 14. لا مواتي كوم دابيتيد، راه ديجا عندي 29 هنا، جيت من هنا. ديريكتومون 14 سنتيمتر. ديغراداسيون الطريقة ديالكم راكم عارفينها، عملتها وعملتها أعلى قمة مع هاد النقطة. المونطو هذا كنكونو دايرين فيه اليدين واسعين شويه، ودرت مونش دو باز، ما درتش مونش طاير. موضوع ديال مونش طاير غادي نختصر هاد العام غير في لا مونش، تنعطي فيها الدرس ونحللها بالدرس بعدة طرق. إذا سالينا قدنا الصالة.